مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم تتابعوننا. حياكم الله وأمطار الخير والثلوج التي شهدناها خلال الساعات السابقة والتي كانت سبباً في لم شمل العائلة واجتماعنا بأبنائنا اللي معطلين عن المدارس وقاعدين معنا في البيوت هالأيام الجميلة اللي أكيد هي فيها لمة الأحباب وفيها إن شاء الله طاعة الله عز وجل وشكره على النعم. حياكم الله ودامت بيوتكم بالنعم وشكرها وطاعة الرحمن عامرة. أهلا وسهلا، أهلا بكم مشاهدينا. يعني بالتأكيد أيام جميلة وأجواء جميلة ودافئة مع أسرنا، لكن بالتأكيد مشاعرنا وقلوبنا وصادق دعائنا مع شعوب تنزف ألما، مع شعوب يعني نزل فيها البلاء، وندعو الله عز وجل أن يرفع عنها وأن يكون سببا في تكفير الخطايا والذنوب وأن يكون سبب في رفع الدرجات، و قادم الأيام يكون فيها إن شاء الله الخير الوفير. حياكم الله مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج بيتكم عامر، نضعكم من خلال فقراتنا بالتأكيد في إطار ما يدور حولنا من أحداث، سواء كان في بلدنا الحبيب الأردن والمنخفض وما تلاه من حوادث، وأيضا يعني حالة الطقس بالتأكيد والعطلة اللي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم للمدارس. بكرة أولادكم إن شاء الله كمان قاعدين معاكم في البيوت، فهاي فرصة إنه يكونوا يعني نكون نجمعهم دائما على الخير، ويكون فرصة لنستثمرها في تعليمهم. وأكيد عندنا من الأفكار الكثير عند الأمهات المبدعات والآباء لا يقدروا خلال هالأيام يكونوا مع أبنائهم و يعني تكون أوقات سعيدة وجميلة تجمعهم بهم. إذن مشاهدينا أيضا الدوام للموظفين حسب قرار الحكومة أنه يكون يتأخر حتى الساعة 10 كما كان اليوم، يعني بالتأكيد هاي كمان حتى نكون إن شاء الله في أمان وما نطلع كلنا بوقت الانجماد، لأنه بالتأكيد انخفاض درجات الحرارة بيؤدي مع طبعا وجود بقايا ثلوج وأمطار لانجماد، وهذا في خطر علينا وعلى سلامتنا، فبالتالي تأخير أيضا الدوام للموظفين حتى الساعة 10. اليوم مشاهدينا أكيد كما عودناكم عندنا مجموعة من الأخبار والمختارات، ويمكن يكون عندنا كمان اتصالات لنطلعكم أكثر على أحوال الطقس وكيف حيكون مساء وصباح الغد. أيضا مشاهدينا أخبار الزلازل، وفي ارتدادات وفي زلزال كان بالأمس في شمال نابلس، أيضا حنحكي بهالتفاصيل. إذا مجموعة من المختارات، و عندنا أيضا مجموعة من الأخبار وحول انطلاق حملات جمع التبرعات لأكيد مساعدة المنكوبين في تركيا وفي سوريا، سواء من الحكومة الأردنية أو من جهات خاصة لإغاثة المنكوبين. إذا مشاهدينا أيضا ستكون معنا الأستاذة سنة السالم، وهي طبعا المرشدة النفسية ومدربة المهارات الحياتية، وسيكون موضوع حديثها اليوم حول المشاعر وأن ننتبه إلى مشاعرنا إذا وصلنا إلى مرحلة الاعتياد. كلام جميل ومهم سنستمع له من خلال الأستاذة سنة السالم وحديثها الشيق. أيضا اليوم مشاهدينا موضوع مهم جدا، أكيد الناس في ظل هاي الأحداث اللي بتدور الآن بيبدأوا يتساءلوا ليش الابتلاء بينزل في المسلمين وليش العذاب، وهالأطفال اللي بنشوفهم تحت الأنقاض، ويعني انهيار العمارات على عائلات بأكملها وهم مسلمين موحدين. فبالتالي أكيد هالتساؤلات يجب أن يجيب عليها أهل الاختصاص. حوارنا اليوم مشاهدينا مع الدكتور أحمد الرقب سيكون حول حكمة الابتلاء أو الابتلاء كيف ينزل ولماذا ينزل وكيف يرفع.
هالحوار المهم مشاهدينا، والعديد من العناوين اللي حنناقشها مع ضيفنا الدكتور أحمد الرقب. أيضا يعني أكيد المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي في ذات السياق، الناس ما زالت مشغولة بالزلازل وما تلاها من مشاهد صراحة مؤلمة. سنستعرض بعض الفيديوهات اللي كمان هيك فيها شيء من الأمل والحياة من خلال المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله سيكون مشوار نقضيه معا فيه المتعة والفائدة، وبالتأكيد نسعد دائما مشاهدينا بصحبتكم. فاصل قصير وسنبدأ مختاراتنا، فخليكم معنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومشاهدينا، الأحوال الجوية والهطولات الثلجية اللي استمرت حتى ظهر اليوم تقريبا وما بعده بقليل، وتحذيرات طبعا من تشكل الضباب والانجماد صباح الغد. حول هذا الموضوع مشاهدينا وتفاصيل أكثر معنا الأستاذ جمال الموسى، مستشار التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب، ليحدثنا أكثر حول الأحوال الجوية ويعني أخبار الطقس في قادم الساعات. أهلا بك أستاذ جمال، حياك الله. أهلا فيكم جميعا، أهلا بك وبجميع المستمعين والمشاهدين. الله يعطيكم العافية، وبالتأكيد جهودكم مباركة، وحابين من خلال حضرتك نتعرف على يعني كيف حيكون حال الطقس خلال الساعات القادمة وصباح يوم غد الخميس. المنخفض الجو اللي أثر علينا تحرك بعيدا إلى الشرق، يعني أصبح شمال شرق وشرق العراق، ولكن تبقى المملكة هذه الليلة وغدا تحت تأثير بقايا الكتل الهوائي البارد اللي اندفعت خلفه، فعشان هيك تضعف هطولات الأمطار، تتناقص الغيوم، تضعف الهطولات كلها سواء كانت أمطار أو ثلوج، وإذا كان في هناك هطولات تصبح أمطار خفيفة وأيضا ثلوج خفيفة، وخلال الساعتين أو الساعات القادمة تتلاشى تدريجيا. الليلة القادمة راح تكون أو هذه الليلة راح تكون شديدة البرودة، الحرارة الصغرى بتكون حوالي بحدود درجة إلى درجتين، لكن درجة الحرارة السطحية بتكون صفر أو أقل من الصفر، يعني تصل إلى درجة التجمد، وبالتالي نحذر هذه الليلة من حدوث الانجماد وتشكل الصقيع أيضا، وأيضا في الآن وفي ساعات المساء ممكن يتكون الضباب في مناطق المرتفعات الجبلية، وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. غدا صباحا أيضا تكون الأجواء شديدة البرودة، لكن الأجواء تصبح تميل إلى الاستقرار التدريجي، لو في أمطار بتكون خفيفة جدا وتميل الأجواء إلى الاستقرار، ارتفاع درجة إلى درجتين في درجات الحرارة، ويتوقف الهطول تقريبا كليا، ويوم الجمعة استقرار تام، لكن ليلة الخميس على الجمعة مرة أخرى في صقيع وانجماد وليالي شديدة البرودة، يعني الليالي القادمة هي ليالي شديدة البرودة، سواء ليلة الأربعاء على الخميس أو خميس على جمعة أو جمعة على سبت، وتبقى الأجواء باردة ودرجات الحرارة أقل من المعدل تقريبا 5 إلى 6 7 أيام قادمة، وهذه هي الوضعية الجوية. لكن السبت ممكن يكون في عندنا بعض الأمطار المتفرقة، يعني اليوم الحرارة كانت بحدود 4-5، بكرة بحدود 6، يوم 6-7، يوم الجمعة بتوصل العظمى بحدود 9 درجات، والسبت بحدود 8، والأحد 7-8، والاثنين نفس الشيء تقريبا، معظم درجات الحرارة العظمى خلال السبت والأحد والاثنين وحتى الثلاثاء بتكون بحدود 8 درجات، والصغرى بحدود 1 إلى 2 درجة مئوية. نعم. هذه هي الأجواء المتوقعة، إذا المنخفض بلشت أبعد كثيرا. نعم. خفت الحالة الجوية وتستمر تخف تدريجيا، لكن تبقى الأجواء باردة. نعم، يعني إحنا بدنا نشكرك. شديدة البرودة. بدنا نشكرك جزيل الشكر الأستاذ جمال الموسى، مستشار التنبؤات الجوية في طقس العرب. إذن مشاهدينا، تحرك
المنخفض ودرجات الحرارة في انخفاض وفي يعني أكيد حيكون في برد، فندير بالنا. والانجماد والصقيع مساء وصباحا حيكون، فكمان ننتبه وأكيد نأخر طلعتنا وقت متأخر حتى يكون الانجماد إن شاء الله راح. إذن مشاهدينا، حول هذه الأحوال التي سادت خلال الساعات الماضية، تأثرت غالبية مناطق المملكة لثلاثة أيام تقريبا على التوالي بالمنخفض الجوي اللي ساد المنطقة، طبعا مع توقع ارتفاع ستزيد حدته خلال الأيام القادمة. لكن مشاهدينا بالتأكيد كان في العديد من الحوادث اللي صارت مع هالثلوج والأمطار، حيث داهمت الأمطار العديد من المناطق وحوادث دهم ومحاصرة وانهيارات وإغلاقات في الطرق. حول هالموضوع مشاهدينا، من خلال هالفيديو سنشاهد يعني أغلب الحوادث اللي صارت، ونشوف قدي حجم السيول والأمطار وارتفاعها كان في الطرق. خلينا نتابع مع بعض. يعني مشاهدينا، الأمانة تعاملت مع تقريبا 350 ملاحظة منذ بدء المنخفض، وتم في إربد إخلاء وترحيل وإنقاذ محاصرين. كذلك كان هناك إغلاق طرق في الصيفة، وبلدية الرمثة تعاملت مع تشقق في شارع رئيسي فيها، وكذلك تم فتح طرق أغلقتها الثلوج في البلقاء. وكذلك العقبة كانت خارج المشهد تماما، حيث لم تشهد لا تساقط ثلوج ولا تساقط أمطار، لم تشهد أي تداعيات لهذا المنخفض. أما عجلون فكان فيها هطول للثلوج ولكن دون إغلاقات، وتراكم بسيط للثلوج كان في مرتفعات جرش وغبار ورياح في الكرك، إغلاقات محدودة في إمعان والطفيلة، والأمطار أغرقت شوارع ما دبا دون ثلوج. يعني سبحان الله، الغريب أنه في مناطق حتى في عمان حول بعضها جبال يكون عليها ثلوج لأنها مرتفعة، وبجانبها تماما جبال ما بيكون عليها أي شيء، فقط أمطار، سبحان الله. بدنا نروح مشاهدينا للزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا، وارتفاع طبعا لعدد القتلى رحمهم الله، ولا زالت جهود الإنقاذ وإزالة الأنقاض وإخراج إذا كان في أحياء ما زالوا من تحت الركام ومن تحت العمارات والأبراج اللي يعني انهارت على ساكنيها سواء في تركيا أو في سوريا. الأعداد تقريبا فاقت 7000 إلى الآن أعتقد إذا كان في تحديث، لكن الأعداد تزداد يوما بعد يوم. وهناك حملات إغاثة انطلقت في تقريبا يعني عدد كبير من الدول أو في معظم دول العالم. الأردن أرسلت طائرة فيها 99 منقذ وخمس أطباء، كذلك مساعدات وأدوية، ويعني أكيد كل ما يلزم في مثل هذه الحالات. إذن مشاهدينا، الصيادلة كذلك أطلقت حملة تبرعات لمتضرري الزلزال في سوريا. الطائرة الأردنية هبطت في مطار دمشق، والمساعدات إن شاء الله في طريقها نحو المنكوبين. كذلك مشاهدينا، بالتأكيد جهات عديدة يعني أطلقت حملات إنقاذ المنكوبين. لكن مشاهدينا اللي بدنا نلفت إله، يعني بعيدا عن التفاصيل موجودة في المواقع الإخبارية، أنه أكيد إحنا لازم يكون لنا دور، كل من يستطيع أن يقدم يعني لمساعدة هذه الشعوب المنكوبة، الشعوب المسلمة اللي بتحتاج للعون والإغاثة ولكل مساعدة ممكن تقديمها. لكن بدنا نعرف من هي الجهات الموثوقة اللي ممكن إحنا نقدم لها سواء مساعدات مال أو مساعدات عينية، وبالبحث أكيد يعني بنقدر نوصل للجهات اللي ممكن توصل مساعداتنا.
يعني احنا ان شاء الله كمان في قادم الايام ممكن نعلن عن الجهات اللي ممكن حضراتكم تتوجهوا إلها اذا كنتوا حابين تقدموا مساعده. واكيد احنا شعوبنا هي شعوب يعني فيها الخير، وبالتاكيد نتالم لالم اخواننا المسلمين في كل مكان، ويعني نبادر دائما لتقديم المساعده. اذا مشاهدينا، في هذه الحمله ايضا دار الدواء مشكورة قدمت مبلغ يعني دواء بمبلغ كبير لمساعدة أيضا المنكوبين في الزلازل. ولا خبر عندي راضي يفتح، معلش أنا سكتت أعطيتكم مدة. في ناس أول سؤال بيسألوا لي بالجلسات الفردية إنه سنة مش قادر أفرح بزواجي، مش قادر أفرح بولادي، مش قادر أفرح بشغلي، مع أنه ما إشي تغير، مرتي ما تغيرت علي، بعدها نفس الزوجة الحبابة اللطيفة المحترمة اللي أنا تزوجتها، بعده زوجي نفس البني آدم الرائع المحترم الأصيل اللي أنا تزوجته، شغلي نفس الشيء، ولادي أولاد طبيعيين، بس مش قادر أفرح، مش عارف أنا شو مالي، مش قادر أشوف النعمة، ومش ضابط معي خلص يعني. وهذا للأسف عم بيكون شائع، وبيكون نوعا ما بديش أقول عنه طبيعي لأنه هو مش طبيعي، بس عم متكرر. فكتير مهم أنه نحن ننتبه على حالنا، ما نوصل لمرحلة أنه شايفين هاي الأشياء أو مخدين هاي الأمور عنها أنها شيء مضمون. لما نحن نوصل لمرحلة أنه نتعامل مع النعم بأنها شيء مضمون وشيء مسلم فيه وموجود، منبطل للأسف قادرين نشوف قدي وجود هاي النعمة أو وجود هذا الشخص في حياتي أو وجود هذا الشيء، إن كان على مستوى حتى أمور مادية، سيارة ولا بسكليت ولا شغل ولا بيت. أولها منفرح يوم يومين ثلاثة أربعة، بعدين خلص منعتاد، مندخل لمرحلة الاعتياد. وللأسف إذا مرحلة الاعتياد إحنا ما انتبهنا فيها على حالنا، منوصل لبعد مرحلة الاعتياد لمرحلة رفض، منصير ما بدنا، إحنا ما عندنا اكتفاء باللي موجود، بدنا أكتر، بدنا أحسن، بدنا أفضل. لأنه إذا ما مننتبه على حالنا منفقد الاستشعار بهاي المشاعر الجميلة، وبندخل في دائرة حتى المقارنة، بصير طب أوكي زوجي كتير منيح بس في زوج أحسن، في رجل أفضل، زوجتي رائعة ممتازة بس إنه في نساء أفضل. طب أكيد يعني أكيد في كل إشي في الدنيا وكل حدا في الدنيا ممكن إنه نحن نلاقي أفضل منه، إذا كنا عم نحكي عن أشخاص أو عم نحكي عن أشياء ملموسة. فشو نعمل حتى ما نوقع بهذا الفخ؟ أول إشي ذكر حالك بكيف كنت لما ما كان هذا الإشي موجود. يعني مثلاً أنت شو كان وضعك قبل الزواج؟ إذا هذا التحدي اللي أنا شرحته قبل شوي أنت عم تواجهه في الزواج، فشو كان وضعك قبل الزواج؟ إذا هذا التحدي أنت عم تواجهه بالشغل وأنت كنت عاطل عن العمل، طب كيف كان وضعك لما كنت عاطل عن العمل؟ ذكر حالك كيف كنت؟ إيش كان مالك؟ إيش كانت مشاعرك بهداك الفترة؟ إيش كانت مخاوفك؟ إيش أقصى طموحك؟ إنه أصلاً كان أقصى طموح إلك هذا العمل، أقصى طموح إلك هاي السيارة، أقصى طموح إلك هذه الزوجة أو هذا الزوج. فذكر حالك كيف كنت بهديك المرحلة لما كان هذا الشيء اللي أنت بدأت تعتاد عليه وبدأت تفقد مشاعر الجميلة اتجاهه، وصار بالعكس عندك عم تتولد مشاعر رفض اتجاهه. ذكر حالك بوضعك قبله. تقدر كمان انه في بساطة جد تمسك ورقة وقلم وتكتب ايجابيات الاشي اللي انت بدأت تعتاد عليه وبدأت توصل لمرحلة الرفض. يعني ذكر خير حالك بخيره، بحسناته، بإيجابياته. مثلا إذا كنتي عم توصلي لمرحلة إنه ما في هاي المشاعر الحلوة باتجاه زوجك، ارجعي ذكري حالك زوجك شو في عنده صفات حلوة، ارجعي شو فيها. إذا مثلا وصلت لمرحلة بزوجتك نفس الشيء، بعملك، حتى بولادك، ببيتك،
إيش الإيجابيات هذا الشيء أو هذه العلاقة أو هذا المكان، هذه النعمة شو إيجابياتها؟ جد امسكوا ورقة وقلم واكتبوا إيجابياتها 1 2 3 4 5 وركزوا عليهم وشوفوهم، يعني زي كيف القلم الهايلايت اللي بنمسكه لما كنا ندرس أو بنقرأ بكتاب هيك منخربش على الجملة مشان نبرزها، فارجعوا ابرزوا اعملوا هايلايت على إيجابيات هذا الشيء، وبهيك بتكون أنت تقدر أنك تساعد أنك أنت تخرج من منطقة الاعتياد ومنطقة الرفض وترجع تجدد استشعارك في جمال النعم من حولك. نعمنا كثيرة، بس إحنا أحياناً بتكون عيننا عين ذبابة مش عين نحلة. الله يجعلنا ممن يعرفون النعم بدوامها وليس بزوالها، ودمتم بخير ومودة، بيتكم عامر. أهلا بكم مشاهدينا، يعني بالتأكيد مع نزول الابتلاءات ومنها طبعا الزلزال الأخير يثار في النفوس بعض الأسئلة حول حكمة الله عز وجل في تقدير مثل هذه الابتلاءات. وفي حوارنا لهذه الحلقة وفي هذا اليوم أكيد بدنا نسلط الضوء على بعض من هذه الحكم التي أشار إليها القرآن الكريم، وسيكون لنا استعراض لأسباب دفع البلاء التي ذكرها الله تعالى في كتابه. ولا يخفى عليكم أن من أصول الإيمان أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى حكيم في جميع أفعاله، ولا يفعل شيئا إلا لحكمة سبحانه، حكمة تامة علمها من علم وجهلها من جهل. ومن ذلك طبعا إنزال البلاء بالعباد، فالله تعالى لا ينزل البلاء عبثا حاشاه سبحانه وتعالى، وإنما ينزله لحكم عظيمة جليلة يعني بيّنها سبحانه وتعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حول هذا الموضوع مشاهدينا يسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور أحمد الرقب، وهو الأستاذ المشارك في كلية الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية، وأكيد النائب السابق. حياك الله يا الله دكتور. الله يكرمكم. أهلا وسهلا بكم. بارك الله في همتكم وجزاكم الله خير على متابعة هذا الحدث المهم في هذا الظرف. نعم، وإياكم إن شاء الله، ودام بيتكم عامر دكتور، وبيتنا عامر بحضوركم. الله يكرمك. يعني أكيد دكتور الناس بتتساءل، يعني هذا الزلزال اللي وقع في ديار المسلمين وضحايا كلهم من المسلمين الموحدين، وعم بنشاهد مشاهد لأطفال ونساء، أكيد صحيح تثور في النفس تساؤلات إنه طب ليه المسلمين، طب هؤلاء موحدين، هذا عذاب. فحول هالموضوع دكتور، يعني بدنا نبدأ بالابتلاء وأنه سنة الله تعالى في خلقه. تمام، بادئ الأمر طبعا أجدد شكري لكم على دكتور هذه الالتفاتة المهمة وهذه المتابعة، وهذا أقل الواجب من الشعور الإنساني والشعور للجيران والإخوة في تركيا وفي سوريا. الحقيقة دعيني في البداية نقدم كالعادة الطيبة والحسنة في هذا الإطار التعزية حقيقة للشعب التركي والشعب السوري والإخوة في لبنان أيضا والمخيمات وفي كل بيت أصيب بهذه الفاجعة. الحقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء وأن يهيئ الشفاء للجرحى وأن يعجل باستنقاذ من هم تحت الأنقاض في هذه الأثناء إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى سبقت رحمته وغضبه. نعم بالتأكيد. وبالتالي إحنا حقيقة في دائرة الأمة المرحومة، ونحن كمسلمين ننظر إلى الابتلاء نظرة في غاية العمق، وبالتالي فلسفة المسلم في النظرة إلى الابتلاء أن هذه التي ظاهرها من المحنة قد تكون منحة. نعم. يعني سبحان الله نجد بعض هذه الآثار الإيمانية التي سكبت على قلوب من ابتلي في هذه الأثناء
فنجد بعض الذين استنقذوا من تحت الأنقاض، يقال له لقد فقدت أبنائك، فقدت زوجتك، فقدت بعضا من أهلك. قال بل هم لم يفقدوا، أنا المفقود. نعم. بل لعلهم قد نالوا الرحمة ونالوا ثواب الشهداء. نعم. إن شاء الله. هذا البعد في النظرة إلى الأمر في غاية الأهمية. الأمر الآخر، نحن في هذه الدنيا وهذه الإشارات القرآنية المبكرة من قوله تعالى مثلا لقد خلقنا الإنسان في كبد. نعم. وقوله تعالى في سورة الملك، في مطلع سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك سبحانه، ما أحكمه وما أحلمه على عباده، وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت، لاحظ التقديم، الموت هنا، والحياة. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وفي هذا الإطار نود أن نبين أن سنة الابتلاء سنة ماضية. نعم. ونجد مثلا قوله تعالى في سورة البقرة بصيغة مؤكدة، ناموس رباني محكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لكن انظري إلى نهاية الآية وبشر. سبحان الله، تبدأ الآية الكريمة بالإشارة إلى السنن وسنن الابتلاء. نعم. لكن تختم بالبشرى. نعم. فكيف نربط بين الأمرين؟ فجاء قوله تعالى وبشر الصابرين. نعم. الذين من شأنهم، الآية بينت من هم هؤلاء الصابرين أو هؤلاء الصابرون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. نعم. وإنا إليه راجعون. وبالتالي هذه الكلمات القرآنية التي يطلع بها المسلم الجريح والأم المكلومة والناس الآن الذين ربما داهمتهم الأنقاض، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن انظري إلى الجائزة الربانية، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. نعم. وأولئك هم المهتدون. بالتالي أختي الفاضلة، نحن لا ننظر إلى هذه الدنيا الزائلة في مشهد، إن جاز التعبير، ناقص. هذه الدنيا جزء لا يتجزأ من مشهد طويل. نعم. بل لعلها أقل الأجزاء وأقصرها. لكن إذا نظرنا إلى ما وراء الدنيا من الأجر والثواب، سننظر إلى دائرة أوسع من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. نعم. يعني دكتور، بالتأكيد الكلام اللي تفضلت فيه الجميل، اللي فعلا هيك بيخلي الإنسان يرجع ينظر نظرة أخرى للموضوع. لأنه الناس صراحة لما بنشوف المشاهد وبنشوف فعلا حجم الصبر عند هؤلاء وثباتهم، وحتى في ناس طلعوهم تحت الأنقاض بيقرأوا القرآن الكريم، سيدة تطلب حجابها قبل أن يتم إخراجها. جميل. من تحت الركام. هذه المشاهد تدلل على أن فعلا صلوات رب العالمين ورحمته تتنزل على هؤلاء، فلا يضع الإنسان نفسه وينظر نظرة قاصرة بأنه يعني يا الله، الله يعينهم، كيف قادرين يتحملوا، كيف، لأنه ربنا يختار للابتلاء عباده المؤمنين. لكن الحكم من هذه الابتلاء في أن ينزل في هؤلاء القوم أو في هؤلاء هذه الفئة. جميل جدا. هو الحقيقة أرجو ألا نسلط الضوء يعني إلى فئة بعينها. الابتلاء يعم الإنسانية جمعاء، وربما يشتد على عباد الله الصالحين. نعم. وهذا قوله صلى الله وسلم وبارك عليه، أشد الناس بلاء من؟ قد يعجب الإنسان حينما يجد أن الجواب الأنبياء. نعم. كيف؟ الأصل في المنطق الظاهر عند البشر أن الإنسان كلما زاد قربا من مولاه، من ربه، زاد سعة ورغدا في الحياة. نعم. المعادلة في هذا الدين مختلفة تماما، فيأتي الجواب أشد الناس بلاء. نعم. الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. سبحان الله،
جرت سنته سبحانه وتعالى أن يبتلي عباده. يعني بنلاحظ إحنا في تعميم الأمر بادئ الأمر أنه مثلا النشاط الزلزالي هذا أمر معروف بداهة. نعم. النشاط البركاني موجود في بقاع أخرى من بقاع هذه الدنيا. تسونامي في بعض البلاد التي تتعرض لأعاصير. صحيح. سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى عباده في مناطق شتى لا فئة بعينها، وإنما يشاء الله أن يظهر بين الحين والآخر قدرته، ولعل مع هذه القدرة الرحمة بعباد الله الصالحين. هذه النظرة الواسعة إلى الأمر تجعلنا لا نذهب إنجاز التعبير إلى تلك النظرة الضيقة السلبية. صحيح. في صحيح. تناول الأمر. نعم دكتور، اسمح لي أقاطع فقط هون بنقطة، يعني سمعتها من أكثر من حد، إنه طب الناس اللي بسوريا اللي أصلاً هم في ابتلاء وفي حرب وأصلاً مشردين من بيوتهم وقعت عليهم الفتنة والحرب والقصف، ومع ذلك الآن بيتعرضوا للزلازل وما في حتى سبل لإنقاذهم، يعني ما في وسائل إنقاذ، ما في آليات، ما في. فبالتالي هون الناس بتتساءل إنه طيب كيف لا يجمع الله على مؤمن المصيبتين، وهؤلاء مؤمنون مسلمون. يعني حابين بهذا الإطار نتحدث مع الناس لنعرفهم كيف الإنسان يقرأ مثل هذه الأحداث وهذا المشهد. الآن إحنا إذا أردنا أن نمثل تمثيلا ربما بسيطا حتى يصل إلى الناس، الآن الطبيب تمام قد يجد أن من مصلحة المريض لا سمح الله ولا قدر مريضا بعينه أن يبتر شيء من جسمه. نعم. ظاهر الأمر القسوة. صحيح. لكن باطن الأمر الرحمة بهذا. نعم. المريض. صحيح. فهو أمام خيارين، فربما يذهب إلى أمه وأبيه يقول أنتم أمام خيارين، إما أن نفقد هذا الولد وإما أن نذهب بشيء من جسده. نعم. ماذا سيختار الأب والأم وهم أرحم من يكون بولدهما؟ نعم. وبالتالي نحن لا ننظر إلى أفعال الله كما ينظر بعضنا إلى بعض. صحيح. أو بالمنطق. صحيح. البشري كما قلت، علينا أن ننظر إلى المشهد كله. نعم. ربما يدعم هذا حديث الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهناك أثار كثيرة بالمناسبة في هذا الاتجاه، حينما يرى الناس منازل أهل البلاء وما أعد لهم من الدرجات العلا يتمنوا لو أنهم قرضوا بالمقاريض. نعم. ونشروا بالمناشير. نعم. لعظم الأجر الذي نالوه يوم القيامة. فهذه المسألة حقيقة إذا نظرنا إليها جزئيا وقعنا في إشكال وفي إحباط وفي يأس. نعم. وهذا مرفوض عندنا البتة. أمر آخر أختي الفاضلة، سبحان الله، ماذا لو أن المقبلين على الله سبحانه وتعالى والمتمسكين بهذا الدين عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، فيسرت الأسباب وهيئت الأسباب وعاشوا رغد العيش لركنوا إلى الدنيا. صحيح. فالله سبحانه وتعالى بين الحين والآخر، وهذه إرادته وحكمته، يرسل هذه الرسائل الربانية إلى عباده أن هذه الدنيا لا تصلح وطنا حقيقيا لكم. نعم. بل عليكم أن تسموا بأرواحكم إلى الوطن الأصيل. نعم. إلى جنات عدن، حيث لا مرض ولا وصب ولا نصب ولا زمهرير ولا ابتلاءات ولا ثمة شيء، فتذهب النفوس إلى هذه إنجاز التعبير المعاني والأفكار التي تشدهم نحو الآخرة. جميل. أيوة. دكتور اسمح لي فقط، أنا بدي أطلع لاستطلاع. إحنا سألنا يعني جمهورنا لماذا برأيكم ينزل البلاء وكيف برأيكم يرفع البلاء، خلينا نشوف شو يعني فكرة الناس عن موضوع. جميل. البلاء وكيف ينظرون إليه وما هي معلوماتهم حول كيف يرفع البلاء. إذن مشاهدينا خلينا نشوف هالاستطلاع ونرجع نواصل حوارنا مع الدكتور أحمد الرقب. البلاء بنزل لما الناس بتعصي رب العالمين وبتظلم بعضها وما بتعطي، كل واحد باكل حق الثاني وما بيعطيه.
ورب العالمين بيرفع البلاء لما الناس ترجع له، وكل واحد يؤدي المظلمة اللي ارتكبها بحق الثاني. والأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة والدعاء لله والتضرع يعني لله، هيك عبرنا الله. بنزل البلاء بذنوب العباد، بذنوب الناس الموجودين، وبرفع البلاء الله إذا تابوا، يعني تاب اللي مذنب. أول إشي ربنا بنزل البلاء هو لعدم الناس بالتقوى، عرفت؟ يعني ربنا بكون غضبان على البني آدم، بكون عامل إشي مش كويس معاه، صح ولا لا؟ بعدين كيف بيرفعهم بالإيمان بالتقوى؟ نضل نستغفر ربنا، نآمن بالله. مخافة الله، اللي بخاف ربنا ما بخاف من أي شيء، والبلاء من عيون الناس. ربنا بينزل البلاء ليختبر صبر الناس ويختبر قوة إيمانهم وصبرهم وتحملهم، وبيرفع عنهم لما يتقربوا، كل ما تقربوا إلى الله كل ما استغفروا كل ما تابوا أكثر. يعني يبدو الجمهور فعلا يعني عنده معلومات ووعي، ما شاء الله عليهم، مشكورين. يعني ناخذ رأيك حول الاستطلاع وأفكار الناس حول هالموضوع. سبحان الله، هو لاحظي ملاحظة في هذا الاستطلاع الجيد حقيقة، الإجابة العفوية. نعم. الإجابة الفطرية. صحيح. عند الناس. لاحظي هناك اتجاهان ربما ألخصهما في هذا الاستطلاع. الاتجاه الأول الشعور بالذنب. نعم. إنه إحنا يعني في معاصي. صحيح. وبالمناسبة نعم، نحن ضد أن نربط ما حدث بالمعصية مباشرة، لكن علينا أن نوقن بادئ الأمر في الإطار العام أن هناك معاصي. صحيح. وأن الله يبتلي عباده بهذا الابتلاء حتى يستيقظوا من غفلتهم من غفوتهم، ولنعترف الآن. نعم. في الواقع هناك معاصي كبيرة. صحيح. جدا. صحيح. بالمناسبة لا نربط هذا بشعب دون شعب، بل أي مسلم في العالم، بل أي إنسان يبتلى من البشرية هو في دائرة الابتلاء. نعم. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن أفيد من الوقت حقيقة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الشيء الجميل أختي الفاضلة، يعني فعلا يعني هذه إنجاز التعبير، الإجابات العفوية لم تلقي بالذنب على من أصيبه، إنما ألقوا بالأمر والتبعة على. صحيح. أنفسهم. صحيح. يعني صحيح. المسلم يشعر كأنه سبب في إنجاز التعبير، إن وقع في المعاصي والذنوب وهو أدرى بنفسه، كأنه كان سببا في وجود بلاء حتى في أي مكان في العالم. نعم. وبالتالي هذه القضية مهمة جدا. الأمر الآخر في هذا الاستطلاع العفوي الجيد حقيقة، إنه لاحظ بعضهم قال بنهتم بالأذكار. نعم. بنهتم بالاستغفار والتقوى، ونرجع نراجع أنفسنا، بدنا نتقي الله سبحانه. صحيح. وتعالى. وهذا يدل حقيقة أن هذه الأمة المرحومة بالفطرة تؤوب إلى الله كلما حرك الله شيئا من أقداره لكي ترجع إليه. صحيح. وهذا في رحمة سبحان الله بعباده. يعني دكتور في آخر دقيقتين والمخرج عم يخبرني انتهى الوقت، مضى سريعا. كثير من صحيح صحيح، الموضوع واسع ويحتاج وقت أطول، لكن في دقيقتين دكتور أو أقل نوجه هيك نصائح للناس، ماذا علينا أن نفعل الآن ونحن يعني نتابع المشهد؟ الحقيقة أنطلق أيضا من نفس الاستبيان، علينا أن نجدد التوبة، أن نجدد الاستغفار، أن نهتم. لاحظي الآن في السوشيال ميديا شيء يعني حقيقة رائع جدا، انظري كيف أن الله من خلال هذا الابتلاء المرحومون ذهبوا إلى جوار أرحم الراحمين. صحيح. صحيح. بل الآثار الصحيحة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم تدل على أنهم قد نالوا الشهادة إن شاء. صحيح. الله، كنوع من أنواع الشهادة فيما قد تنوعت في هذا الباب. تمام. نعم. انظري الآن كثير من مواقع السوشيال ميديا، الأذكار، الأدعية، ماذا. صحيح. نقول في الصباح. صحيح. ماذا نقول. صحيح. عند النوم، علينا أن نراجع أنفسنا، حملات الاستغفار. يعني حملات استغفار شيء رائع جدا، هذه أوبة يحبها الله ورسوله. وكما ذكر بعض الفضلاء حقيقة، قال إن الله يحب أن يرى دموع عبده بين يديه، وجد أن هذا العبد في غاية الغفلة فهيأ له ابتلاءً
كي يؤوب إليه، يسجد بين يديه، يرفع أكف الضراعة إليه. وهذا باب يطول شرحه. أيضا انظري أيضا على مواقع التغيير، شيء رائع يدل على أن هذه الأمة المرحومة على خير عظيم. انظري في الجانب الإغاثي، وجانب في تعاطفهم وتراحمهم، جانب الأمة الواحدة. كل بيت مسلم الآن يشعر، بل تأتيني اتصالات والله أختي الفاضلة، كيف لنا أن نقف إلى جانب هؤلاء؟ صحيح. نحن ندعو لهم، نحن نكفكف دموعنا، تخفق قلوبنا، يعني قلوبنا موجوعة، الكل يتابع. نعم. الآن الكل كيف نستطيع أن نبذل من أموالنا؟ وهذا فيه خير كثير. وهذا حقيقة يدل، يعني يكفي أن تصل هذه الرسائل العالمي كله. نعم. أن جميل. أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالرغم من النكبات، بالرغم من كذا وكذا من الخيبات، ما زالت أمة في دائرتها تتراحم. نعم. وبالتالي علينا أن نستثمر هذه العاطفة الأصيلة والعاطفة الفطرية عند شعوبنا المسلمة حقيقة في تنظيم حملات إغاثية. نعم. على المستوى الرسمي، على المستوى الشعبي، على المستوى الإغاثي. جميل. على مستوى الأسرة الواحدة والمجتمع الواحد والدولة الواحدة. هناك وسائل كثيرة. نعم. الآن لو أردت أن أعدها يقوم بها إخوة وأخوات في حملات عديدة. نعم. يعني أنا حملات في كل أنحاء العالم. نعم. للوقوف إلى جانب الشعب التركي. نعم. والسوري. جميل. يعني حقيقة. دكتور، بهذه الرسالة المهمة والدعوة إلى المساعدة وإلى التوحد، وفعلا حملات الإغاثة كثيرة ودعونا لها في بداية البرنامج دكتور، وإحنا بدنا نشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار الطيب الجميل وهذه الرسائل التي وجهتها من خلال حوارك. شكرين لك جزيل الشكر الدكتور أحمد الرقب، الأستاذ المشارك. شكرا. في كلية الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية. ودام بيتك عامر. وبيتكم عامر، والأمة دائما تعمرها الرحمة إن شاء آمين. الله. اللهم آمين يا رب العالمين، واللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إذن مشاهدينا، حنكون الآن مع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي وفي ذات السياق تقريبا ما تم تداوله، فخليكم معنا، فاصل قصير وسنعود. إذن مشاهدينا، لا زالت المشاهد والفيديوهات اللي بتوصل للناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من مكان الزلزال في تركيا أو في سوريا، قديه في مشاهد من خلالها بتتوجه رسائل وفيها آيات. سبحان الله، أم لثلاثة أولاد تم إنقاذهم من تحت ركام منزلهم. طبعا هالأم رفضت إنها تخرج من تحت الأنقاض بعد ما تم إنقاذها وإزالة الركام إلا بعد أن تضع حجابها على رأسها، فطلبت الحجاب، وبعد أن وضعته وسترت يعني خلينا نحكي شعرها طلعت من تحت الأنقاض. خلينا نشوف هالفيديو ونشوف شو علقوا رواد المواقع على هالمشهد. Al su, al su. Örtüyorum, örtü başörtüsü. Örtü başörtüsü. Bayan eşarp yok mu? Bayan eşarp yok mu? Bayan eşarp yok mu? Yağlı. Yağlı. Al, tamam. 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 Olsun, olsun, olsun. Gel abla. Gel sen geri çık hadi. Geri çık, geri çık. Abla, gel abla. Gel Allah'ın emanet. Gel. Gel, gel, gel abla. Sakin. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi gel abla. Gel bari. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Abla eliyor abla. Gel abla. Gel, 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 gel biz de senin evladınız. Gel. Gel abla. يعني بالتأكيد مشاهدينا، خروجها من تحت الأنقاض حمدا لله على سلامتها وسلامة عائلتها آية، وأيضا إصرارها على أن لا تخرج بدون غطاء رأسها أيضا آية من آيات الله في ثباتها على هذه الفريضة وعلى أن تكون محجبة حال خروجها، وبالتكبير استقبلت. سبحان الله. إذن خلينا نشوف مشاهدينا شو في تعليقات على هالموضوع، ونبدأ بعطور الزاوية تقول الله يفرج عليهم ويكون بعونهم إن شاء الله.
سعاد محمد، اللهم كن لهم عونا أهلنا في سوريا وتركيا. يعني أكيد نؤمن على دعائهم. وأيضا ضمن مشاهدينا هذه المشاهد، صرخة لطفلة سورية اسمها آلاء، 17 ساعة تحت الأنقاض تغطي بيدها رأس أخيها لتحميه. وخلينا نسمع شو كانت تحكي مع المنقذين. تلعبي ألعاب؟ لك شو؟ آلاء؟ يا آلاء طلع آلاء مع آلاء ولا كلمة آلاء أحسن منك. طب إذا جبت شو؟ طالعك؟ لك لا تلعبي ألعاب؟ لك شو؟ إذن مشاهدينا، هذه الطفلة ويبدو شقيقتها آلاء اسمها، لأنه المنقذ عم بيحكي أنه آلاء ما عم تحكي. فيعني كلام صراحة بيوجع القلب اللي كانت تحكيه الطفلة، أنه أنا بكون لك خدامة إذا طلعتني من هون. لا حول ولا قوة إلا بالله. نبدأ باستعراض تعليقات رواد موقع الفيسبوك. حسناء الطاهة تقول: يا عمري والله كلامك بحرق القلب، يا رب إنا نستودعك عبادك المسلمين في كل مكان، وارحم ضعفهم، اللهم آمين. ياسمين جودة تقول: سبحان الله، رغم إنها متأذية وتحت الأنقاض إلا إنها حامية رأس أخوها بإيدها، سبحان الله، الأنثى حنيتها تخلق معها بالفطرة، الله يلطف فيهم، اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء كان الله في عونكم، اللهم آمين. سعيدة تقول: كلماتها وانكسارها وضعفها هو من انكسار وضعف هوان هذه الأمة، كان الله معك حبيبتي ومع أخيك ومع كل المسلمين المستضعفين على الأرض، اللهم رحمتك يا رب، اللهم آمين. وأيضا مشاهدينا، ضمن المشاهد، الطفلة شام اللي كانت بتجود القرآن الكريم تحت الأنقاض، تحت أنقاض منزلها المدمر. خلينا نشوف هالمشهد. يا شباب افتحوا علينا. ثواني بس ثواني، خلينا نتواصل مع زياد. خلي طبعت اجريها، وين قصد الاجرين؟ القدم؟ إيه بين كعب اجرا، ضل المشط بس. ايش في فوقه؟ فوق الحرامات. طيب اذا حطيتك هوليغان، لا هوليغان تطفش الحرامة جوا. قررت لك في ورا بلوكي، قررت لك كوا هاي الكمبرسة بدي كسر البلوكي. ايه كسر البلوكي يلا عمو جيتك. ايش يا روح عمو؟ حط لها وعبدو، حط لها بسدي مرة. يلا يلا دايو يا شباب افتحوا علينا. سلمكم الله وسلم هذا الصوت. ويعني آيات من آيات الله. الابتلاء فعلا يعني كما قال الدكتور أحمد يقع صحيح في الإنسانية ممكن كلها، لكن لله عباد يختارهم للابتلاء ويصطفيهم، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. فهذه الطفلة التي يعني تواجه هذه المصيبة بآيات من القرآن الكريم، من كتاب الله، تتلوها وهي تحت الأنقاض مطمئنة وصوتها مطمئن، سبحان الله. ربنا يلطف فيهم ويسلمهم ويفرج كربهم يا رب العالمين، ويرحم من مات منهم ويشفي جرحاهم ويعوضهم كل خير. إذن مشاهدينا، ضمن التعليقات على هالمشهد، لميا تقول: ربنا يربط على قلوبهم ويصبر أهليهم ويعينهم على مصابهم يا أرحم الراحمين. شوفوا مشاهدينا حجم الدعاء اللي بيتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الناس اللي بتتابع هالمشاهد. إيمان مختار تقول: ربي معاكم، أنتم قدوة لكل الشعوب في تعاملكم مع المصائب، ربي يبارك لكم في أعمالكم ويفرج عنكم همكم، أبشروا فرج الله قريب يا رب. يوسف يقول: اللهم إنا نستودعك إخواننا المسلمين في سوريا وتركيا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. إذن مشاهدينا، بدنا نروح للقدس، وهناك أكيد في اقتحامات في القدس وحالة الأمطار والسيول في شوارع القدس، لكن بدنا نروح لثلاث أطفال تم اعتقالهم قبل 22 عام وقضوا في سجون الاحتلال هذه المدة، وهم تم اعتقالهم وهم أطفال بين سن 14 و16 و18 سنة. هم كانوا أربعة، أحدهم
خرج وتم الإفراج عنه وبقي أربعة. من خلال هالفيديو مشاهدينا نستعرض قصة هؤلاء الأطفال الذين تم اعتقالهم والتنكيل بهم من قبل هذا المجرم الصهيوني. خلينا نتابع مع بعض. في 8 فبراير عام 2002 كان 4 فتية من القدس المحتلة على موعد مع لحظة غيرت حياتهم وقلبتها رأسا على عقب. في ذلك اليوم اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الفتية المقدسيين أمجد أبو رميلة 15 عاما ومهند جويحان 16 عاما وسمير غيث 18 عاما. أما أصغرهم فهو أحمد شويكي وكان عمره حينها 14 عاما، وذلك في نفس اليوم الذي استشهد فيه صديقهم سامر أبو ميالة برصاص قوات الاحتلال بتهمة تنفيذهم عملية فدائية أدت إلى مقتل مستوطنة صهيونية في القدس. تعرض الفتية آنذاك إلى تحقيق قاسم في سجن المسكوبية على أيدي محقق شباك، وأطلقت عليهم محكمة الاحتلال أحكاما جائرة وصلت إلى حد المؤبد. وبعد عقدين من الاعتقال أصبح الفتية شبانا. إذن فرج الله كرب أسرانا الأطفال والشباب والكبار في سجون الاحتلال، الفرج قريب بإذن الله. إذن إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج بيتكم عامر. نستودعكم الله في أمان الله.